شعب تجرع الموت فتجرد من معادلة النجاة والحياة، سكبت دموع أنينه من مشهد القتل والدماء حسرة، فكانت الصحراء التي فر إليها من الموت ملاذه الأخير المجهول. عندما كان آلاف المشردين من سوريا فاقدين للخبز والدواء، كانوا لا يعلمون مصيرهم، لكن رحمة الله لا تنقطع والأمل موصول بأهل الخير والإنسانية. من سوريا فر الأطفال اليتامى بجراحهم وبراءتهم التي طعنتها مدافع الحرب إلى فرصة اللجوء الأخير نحو الأراضي الأردنية، علهم كما يقول لسان حالهم: يا الله مالنا غيرك، لكن لله عبادا خلفاء في الأرض، حملوا الأمانة وسمعوا نداء الاستغاثة. نحن قمنا بهذا العمل والواجب الوطني اللي يسحقونه في الأردن ويسحقونه الناجحين من سوريا. هذه أمانة الله يقدرنا على حملها ويقدرنا على أن نؤديها على أكمل وجه، لأن الوضع سيء وتوقعاتنا أن الوضع هذا راح يسوء في المرحلة القادمة، ويجب علينا أن نكون جاهزين للمرحلة القادمة. استغاث السوريون وهم ينزفون جراحهم، فلبى الجسد الإماراتي بتوجيهات رئيسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وبسواعد قيادته التي وضعت على عاتقها الاستمرار بإغاثة الأشقاء السوريين من مصابهم الجلل، والتي ترجمت ونفذت بمتابعة حثيثة ودائمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهلال الذي يحمل عنوان العناية بالحياة. باشر الهلال على الفور بنصب خيام الرحمة على الأرض الأردنية، خيام أضخم مستشفى ميداني إماراتي تابع له، بعد تنسيق مع الأشقاء في الأردن. فبدأ المستشفى باستقبال المرضى والجرحى السوريين وكل محتاج للمساعدات الطبية بتاريخ 2 آب 2012. إن شاء الله أنكم منقولين مالي غير الله، بدي بس ما بدي منك شيء، بدي عين، بدي تعالج لي بيرجع اجر وحده من عين. امشي، اجت الخنساء ما قصرت، اعطت صوره عن طيبك وكرمك، وهذا اللي خلاني انتظرك. اجت شالته من البيت بسياره اسعاف وجابته هون، والهلال الاحمر ما قصر معي البارح، ساعدني باللي يقدر عليه، اللي يحتاجه تحتاجونه ان شاء الله. طلبي عندنا هنا في هذه الخيام، سجل الأطفال ببراءة التعبير لديهم قصصاً مثقلة بالدموع والأوجاع، وأخرى سجلتها الأمهات الثكالة تروي عنواناً ثابتاً في قلوبهم: عدنا من الموت إلى الحياة بفضل الله، ومن ثم رعاية أهل الخير بموقف شجاع يترجم حقيقة الإنسانية، يترجم فعلاً حرص الإماراتيين قيادة وشعبا ومقيمين على أرضه مضمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الهدف الكبير لهذا المرفق هو العناية بالحياة، رفع المعاناة عن الأخوة السوريين، فهذا هو الهدف الأسمى، توفير العناية الطبية لهؤلاء الأخوة. فهو لا يقدم فقط العلاج للأخوة السوريين، ولكن أيضا لأبناء المنطقة. حمى ودماء تسيل ودموع تذرف على فقد أب أو أم أو كليهما، ومنهم من فقد أمله بأن يسير على قدميه نحو الحياة. فسارع فريق الإغاثة الميداني بإشراف من كادر الهلال الأحمر الإماراتي بتطبيق استراتيجية للرعاية الطبية المتميزة تكفل إيقاف المعاناة السورية التي أصابت جل اللاجئين بمرض أو إعاقة جسدية أو واقع نفسي يعيشون فيه الرعب والويلات من هول ما رأوا وتجرعوا. على الحدود جابوني بالأسعاف، ظليت 3 أيام بالزعتري،
من الغبرة على الحدود، لأن كثير تعذبنا على الحدود توصلنا، وجينا لهون واخذونا على الأماراتي. فرقت معنا كثير العيشة الحمد لله، كثير محترمين بالأماراتي، ما بيخلونا نعتاس شيء أبدا، نوب بنوب، لا دواء لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا منوب بنوب. وجينا لهون على المشفى من امبارح، يعني خدمونا خدمة طيبة هون الدكاترة والدكتورات، كثير يعني محترمين، حتى الما يمسحوه محترمين، الدكاترة الدكتورة كثير طيبة، الله يجزيها الخير يا رب. أقيم المستشفى على أرض محافظة المفرق الأردنية لتكون أقرب نقطة ممكنة لاستقبال المصابين والمرضى السوريين من نقاط الالتقاط الحدودية ومن مخيم الزعترية أيضا. وزود المستشفى باثنين من المشافي المتنقلة المجهزة بأحدث المعدات الطبية والفريق ذو الخبرة والكفاءة لتسهيل نقل المصابين وإسعافهم بشكل فوري. المشفى المتحرك نستخدمه في حالات الظروف الجوية الغير عادية مثل فصل الشتاء خلال فترة الثلوج التي عمت جميع بقاع المملكة، ودخول أعداد كبيرة من اللاجئين، فنتطلب حسب توجيهات الإدارة لدينا بالتحرك لتقديم الخدمة الصحية بشكل عاجل للاجئين الذين ليس لديهم مستقر حتى الآن قبل تواجدهم في مخيمات اللجوء أو قبل استقرارهم. هو مشهد في غاية الإتقان لصورة الدعم والمساندة وتوفير العلاج اللازم للأشقاء السوريين، إذ وصل توثيق الأعداد اليومية متوسط ما يقارب 700 حالة، ما بين حالات تتفاوت في صعوبتها، فمنها الحروق والبتر والأمراض المزمنة، ومنها ما كان يستدعي إجراء عمليات كبرى. حينها توسع العمل التطوعي الإنساني الإماراتي ليشمل كفالة ومتابعة الحالات التي كانت تستدعي النقل لمستشفى أردني خاص. المستشفى يقدم تقريباً معظم الخدمات الطبية من جميع التخصصات، سواء كانت العيادات الباطنية، عيادة الجراحة، عيادات الأطفال، عندك عيادات الأسنان، عيادات القلبية، العظام، وحدة الطوارئ. طبعاً الأعداد كانت في البداية إنشاء المستشفى كانت أعداد بسيطة، لكن لما تم العلم بوجود المستشفى هذه قامت تتزايد لما وصل تقريبا معدل المراجعين اليوميين في حدود 700 مراجع، وبلغ عدد الحالات الجراحة الصغرى عندنا وصل إلى 1300 حالة تقريبا منذ الافتتاح لحد الحين. هذا الإقبال المتزايد أمر لم تغفل عنه نظرة الرحمة والدعم للأشقاء السوريين، فكان التطور والتحول لبناء مستشفى شبه دائم أمر مؤكد لدى القائمين عليه من إدارة الهلال الأحمر، فمن خيام إلى كرفانات وبناء ثابت مجهز بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة في أقسامه 12، مما جعل اللاجئين يروون كيف عمت عليهم رحمة الأخوة بعد أن كانوا في لهيب النار وضنك العيش والمرض. تأسس المشفى لخدمة اللاجئين السوريين، والحمد لله رب العالمين في عنا كل الاختصاصات، توليد طبيعي، قلبي، جراحة، عيني، أذني، طوارئ على مدار 24 ساعة، والنسائي والتوليد على مدار 24 ساعة. الحقيقة حل كتير كتير مشاكل من اللاجئين السوريين، وهو صحيح بمنطقة المفرق، بس نحن عم نستقبل من كافة مناطق الأردن. أصبح المستشفى ملاذ كل جريح ومريض سوري، لا بل شمل رداء الرحمة ليصل إلى خدمة المجتمع المحلي في مدينة المفرق الأردنية بقيادة فريق طبي متمرس في مجال الإغاثة الطبية. قصة رحمة وأمل ترسم على وجوه السوريين بسمة تفاؤل بالحياة. أول شيء منقول الله يرحم الشيخ زايد، ثاني شيء منقول كثر خير الشيخ خليفة اللي عمل هالمشفى، استفاد فيه منه ناس كثير، ولادات وأشفاء ومرضى، وأني واحد من الناس كانت رجلي من الزر للركبة ولد رغبة الجمل قديش وهيش وملتهبة، صار لي 15 يوم
بعاني من هذا المرض، والحمد لله سعنات بثبت الأطباء والمرضين أنه خف الوجع نهائيا. عبر حينها السوريون عن جزء قليل يفي حق أهل الإمارات من العطاء والإنسانية حين ولد أول طفل سوري في المستشفى الإماراتي الأردني، كترجمة للمحبة النابعة من القلب، فنطق أبوه باسمه ليكون خليفة، حبا بمكارم ما قدمته الإمارات بقيادة وإنسانية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. وولادة أول طفلة نطق أبوها باسمها ليكون على اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، فكانت فاطمة. عرفانا بما قدمه ويقدمه الهلال الأحمر الإماراتي وقيادة دولة الخير دولة الإمارات العربية المتحدة. مهما وصفنا يعني احنا مش هنقدر نوفي بالحصل، لان بدايه احنا اول ما دخلنا بدايه المستشفى بدايه في البدايه خالص كان عباره عن مخيمات، وكان طبعا حالات الناس سيئه جدا، كانت بتيجي من الحدود علينا مباشر، طبعا حاله جرحى وحاله بكر وحاله اطفال. المنطقه اللي احنا موجودين فيها المستشفى لا يوجد طبيب قلب اخصائي مع ايكو دوبلر الا بالمستشفى الاماراتي، فيرتادنا المرضى من الزعتري استشارات من مخيم الزعتري لا يقل عن من 70 ل 100 مريض يوميا من مخيم زعتري يزور مستشفى الإمارات. منذ افتتاح المستشفى وحتى الثلث الأول من العام 2015 وصل أعداد المراجعين من حالات صحية متفاوتة في الخطورة إلى ما يقارب 400,000 حالة. معظم الحالات اللي نستقبلها كانت حالات جراحية إصابات في بداية الأزمة. طبعا تم تطوير المستشفى ليضم معظم التخصصات، كون ان المراجعين بدأت تكون من العوائل والاطفال والنساء. طبعا الحالات اللي تشوفها اكثرها من الاطفال. طبعا المرضى اللي بيراجعونك مش جايين عشان العلاج فقط، لان عندك الكلام نص العلاج، فهم لما بيلاحظوا الترحيب بالمريض وتقديم ما هو بالإمكان تقديمه لهم من أدوية من علاج، حتى لو كان العلاج أو الأدوية مش متوفرة في المستشفى نحاول نوفرها لهم من الخارج، فهذا طبعا يطمنهم ويريحهم نفسيا، وبتلاحظ أنهم إن شاء الله يعني ما بيذكروننا إلا بالخير. لم يكتف بتضميد الجرح، بل كان من السوريين أطباء وممرضين وصيدلانيين ضمهم الهلال الأحمر إلى الكوادر العاملة في المستشفى، مشهد آخر يعبر عن الإيثار والإنسانية. بالنهاية احنا شعب واحد، إن كان شعب سوري ولا إماراتي ولا أردني، يعني حتى شعب واحد. بالنهاية كان هدف المستشفى من أول إنشائه هو هدف إنساني بشكل أو بآخر، لمساعدة اللاجئين السوريين. أنا كفرد لاجئ سوري لقيت مجال للتوظيف، فصار مو بس أنه والله خدمة كمرضى، صار في كفالة عائلة بالنسبة لعائلتي أو عائلة زملائي اللي موظفين هون بالأردن، صار كفالة عائلة إضافة إلى أنه بيقدموا خدمة طبية إن كان عن طريقنا أو عن طريق زملائنا من الجنسيات الأخرى الموجودين بالمستشفى، فهي في كفاءة إضافة لأنه خدمة إنسانية، صار في كفالة عائلة. وفي حالة مستمرة من العطاء ومواكبة التطور للمستشفى الذي يسعى الهلال الأحمر من خلاله تقديم أفضل خدمة طبية مجانية للأشقاء السوريين من كافة مخيمات اللجوء في الأردن وفي مختلف المناطق الأردنية التي يقطنونها، يمر المستشفى الآن في عملية توسع لإيواء قسم خاص للعملية الوسطى وإنشاء وحدة العناية المركزة ICU. كل سوري مريض بيطلع بوصفة علاج من المستشفى هو يعني بقرارة نفسه أو نسمعه على لسانهم بشكر أي متبرع إماراتي داعم للمشروع أو مساهم بشكل أو بآخر. أنا أقول لقيادة دولة الإمارات على رأسها سيدي صاحب سمو الشيخ خليفة ولي عهده الشيخ محمد بن زايد ورئيس الهلال الأحمر الشيخ حمدان بن زايد الله يحفظهم، أن الرسالة اللي بعثتوا فيها أبناء الإمارات
إن شاء الله أنها تكون وصلت خير ممثل لدولة الإمارات، يكونوا أبناء الإمارات. وإن شاء الله نفس ما وصونا وقالوا لنا يا أولادنا روحوا إخوانكم السوريين محتاجينكم، نحن وصلنا هني ومتقبلين إخواننا السوريين بصدر رحب، ونحاول نشاركهم معاناتهم عساس نخفف عنهم، نزعل من زعلهم ونفرح من فرحهم. المراجع سواء كان الأب أو الأم أو الطفل أو الطفلة أو الإبن ترتسم على وجهه ملامح الفرح والسعادة. طبعاً إحنا أكيد بنفرح لأن هذا الشيء اللي بيركز عليه الإنسان هو فرحة أبنائه وأمه وأبوه وخواته، فلما نشوف الفرحة ترتسم على وجوههم كأن إحنا قدمنا شيء لأبنائنا. هنا المستشفى الميداني الإماراتي الأردني ملاذ كل سوري لاجئ فار من الموت باحث عن دواء لدائه الذي أوجعه عذابا وحسرة. هنا يسعف الإماراتيون أشقاءهم ويبقى الهلال الأحمر الإماراتي على الميدان يرصد شكوى المريض اللاجئ الشقيق الذي يعاني، وما هذا إلا غيض من فيض ومشهد من حكاية لا تنتهي من مسيرة أهل الإمارات قيادة وشعبا يقولون بلسان واحد بصوت القلب الأبيض أن تراحموا يا أهل الأرض، تراحموا لتمسحوا عن وجه طفل صورة الحرمان والألم، تراحموا.